انا عندي مراتي على حديثيه على بعض الخضراء وتيجي بالتيجي بالايام دي جت كده بتحصل حداها ازمه والصحه شديده بتيجي في التنفس ونزلت دي نزلت برضه منطقه بتغيرات غزيره كده بتيجي عندها الكلام ده. لا لا معلش استاذ سمير احنا سامعينك بالعافيه. مرات حضرتك عندها حساسيه صدريه هو ده اللي انا سمعته بس بعد كده ايه بقى؟ بتحس بالهم الصدر بالذات الكحه شديده بتجيب في التنفس وتعب شديد في الهم الصدر بالذات. بتزيد عندها اعراض في الشتاء. هي عندها حساسيه من زمان على الابره. طيب حياتك عايز يعني تعرف ازاي تتعامل معاها؟ طيب دكتور بيسالك على سنها. سنها حوالي 57 سنه. طيب اسمع ما بتاخدش علاج للضغط او للسكر؟ بتاخد علاج للضغط والسكر بس. تمام والسكر ملتزم ومظبط؟ مظبوط كنا بنشوف كويس قوي. غيرت دواء الضغط قريب ولا ماشي عليه نفسه هو هو؟ لا هو نفس العلاج الدخاخات لا دواء الضغط ومزيد البلغم لا دواء الضغط اقراص الضغط لا هو هو ما اتغيرش من فتره طويله لا ما اتغيرش هو. وسؤال حضرتك دلوقتي ان هي الاعراض عندها مستمره بالرغم من التزامها بالعلاج. بتزيد في الشتاء يعني بتزيد في الشتاء عموما ولا بتزيد في المساء؟ بالليل تمام. طيب بشكرك يا استاذ سمير ودكتور هيرد عليك حالا. العلاج بتاع الحساسيه مرحلتين. يعني جزء ان مريض الحساسيه كتير جدا من مرضى الحساسيه يقول لي انا بستمر على العلاج او باخد العلاج على طول يبقى في خطا في شيء ما يا في التشخيص يا في التزامه بالعلاج يا في خطه العلاجيه. لان مريض الحساسيه مش المفروض ياخد علاجه باستمرار اطلاقا. مريض الحساسيه بيرتبط علاجه بفتره محدده يمكن زي ما هو قال كده لما يجي لها دور برد او في فصل الشتاء بتزيد الاعراض. فلو هي مرتبطه بموسم معين بنبدا قبل الموسم ده ب 15 يوم بالعلاج الوقائي اللي هيخلي رد فعل المريض كويس. لكن مريض الحساسيه اذا لقى نفسه بيستعمل نفس علاجه على طول يبقى في خلل ما لان الحساسيه مرتبطه يا اما بفعل يا اما بفتره. فكون ان هو بيقول ان الزوجه او زوجته بتستمر على العلاج وبتاخد العلاج على طول يبقى دي مش حساسيه. ممكن تبقى ايه يا دكتور؟ يا اما تبقى حاجه يعني زي ما بنقول في بعض الاحيان ممكن تبقى سده رئويه، ممكن يبقى تليف في الرئتين، ممكن يبقى شيء ما، لكن مريض الحساسيه لو كانت هي حساسيه فقط لازم بتلتزم للعلاج لفتره محدده، بعد كده المريض بيبقى شانه شان اي بني ادم طبيعي جدا. يعني مريض الحساسيه الصدريه هو بيلتزم بالعلاج لفتره محدده وبعد الفتره طبعا على خطه العلاجيه اللي يحطها له الدكتور اللي بنسميها النوبه. بالظبط كده. بعد ما النوبه دي بتروح او بتخف كويس أو جدا بتختفي. هي النقطه اللي حضرتك قلتيها دي هي مربط العلاج. اننا مريض الحساسيه بلتزم معاه بسلم هرمي يعني ما بتبدا الاعراض تصاعدي وبنزل بيه تاني. فانا ببدا في التصاعد فيه في شده الاعراض ولما بتبدا الاعراض تقل ويبدا يستجيب ببدا انزل بيه تاني لحد المستوى اقل مستوى يخليه في صوره المريض الطبيعي. ولكن ما ينفعش مريض حساسيه يمشي ما ينفعش ان مريض حساسيه يمشي على ادويه طول العمر نفس الادويه طول العمر ما ينفعش بنفس الشده يبقى هي مش متشخصه صح. قد يكون في فتره محدده هي اتشخصت وقد يكون يعني المده بتاعت العلاج اتقالت من الدكتور ده لفتره شهر ده لفتره شهرين والمريض ما بيراجعش وبيستمر على نفس العلاج ده يعني برؤيته ان هو لازم يفضل ماشي على طول. لكن الحساسيه مش الضغط والحساسيه مش السكر اللي هو لازم المريض يلتزم بالعلاج ويستعمل العلاج مدى الحياه. لازم يبقى في شيء اخر غير الحساسيه لو كان التعريف حساسيه ربويه شعبيه او حساسيه في الصدر فقط لا غير. يعني لازم يراجع دكتور. لازم بقى اعاده تقييم الحال. طبعا ولازم يراجع دكتور. طيب ناخد تليفون مين يا جماعه؟ ايمان مدام ايمان الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ازيك يا مدام ايمان اخبارك ايه؟ الحمد لله طيب وحياتك بالف خير اتفضلي. حضرتك يا طيب وحضرتك طيبه وبخير. الحمد لله حضرتك انا على طول في التنفس وبتعب كل ما استعمل الفرصه اي حاجه احس حياتك مش سامع. انا احنا مستمعين معلش هتعيدي تاني. انا سمعت ضيق في التنفس. عندك ضيق في التنفس يا ايمان؟ ايوه طول ما حضرتك اتنفس يعني فتره اتوضى اي حاجه احط ايدي تحت الاقي
على طول ايمان. طيب ما بتوضب او بتنضف اي حاجه في أسامة في جزء اسمها ما بتوضب او بتنضف ايمان. طيب ممكن توقفي في مكان فيه شبكه احسن عشان نسمعك؟ طيب اتفضلي كده كويس. كده بقول لك بقى كل ما احط في الميه بتاعتي وانا عايزه اخد مسكنات. طيب ايمان هقول لك حاجه، انت هترجعي الكنترول بس تقولي لهم السؤال وهم هيقولوه لنا، لانه حقيقي مش عارفين يعني نسمع انت بتقولي ايه. مش هنقفل معاكي، ارجعي الكنترول وبلغيهم السؤال. بشكرك جدا. انا في جزء سمعته ان هي بتقول ان هي في الوقت اللي بتنظف فيه او بتعمل اي حاجه بتتعب. أيوة. وفي جزء تاني بتقول ان هي ماشيه على ادويه للمسكنات، فقد يكون سؤالها هل ادويه المسكنات، لان في بعض من الادويه اللي بتسكن سواء الالام المفصليه او غيرها بيكون عند المريض حساسيه منه، ففي الفتره اللي بيستعمل فيها الادويه دي بتزيد عنده اعراض الحساسيه. ففي الحاله دي لازم بيراجع دكتوره عشان يغير له المجموعه دي لمجموعه تانية ما بتاثرش ده. لكن ده شكوى وارده ومتكرره ومعروفه ان بعض ادويه المسكنات للالام خاصه الام المفاصل او الام التهابات المفاصل بتزود اعراض الحساسيه، وقد يكون المريض عنده حساسيه منها. فاذا كانت مرتبطه الاعراض بالمسكنات اللي هي بدات تاخدها في الفتره الاخيره لازم تراجع دكتورها. الجزء الثاني من السؤال لو كنت انا سمعته صح، ان هي كل ما بتنفض او ما بتعمل حاجه في البيت بتزيد الاعراض، واحنا اتفقنا ان مريض الحساسيه رد فعله للمؤثرات الخارجيه اعلى من غيره، وبناء عليه لازم يلتزم بعض الحيطه في الحياه اليوميه بتاعته. فالفتره ان احنا هنيجي ننظف، مدام ايمان اذا كانت هتيجي تنظف في اي وقت، ما فيش ما يمنع ابدا ان انا البس كمامه او ماسك في الجزء التراب. اذا كان جزء تراب كتير قوي 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 ما بيبقاش فيه، تبقى هي واقفه في اتجاه التراب او يبقى فيه منافذ للتهويه قدر الامكان. فيبقى فيه بس تغيير في بعض السلوكيات في الحياه اليوميه. ده لازم بالنسبه طبعًا للمريض الحساس. الحساسيه لازم يبقى عنده بعض ده، لان هو زي ما حضرتك عارفه هو من اسمه يعني احنا ليه سميناها حساسيه؟ لانه حساس لاي حاجه، اي مؤثر خارجي. فهو بس مشكلته اللي يفرق عن غيره، لو كان حساسيته دي من شيء يقدر يتجنبه زي الاكل، يعني اللي عنده حساسيه من اي نوع من انواع الاغذيه اول ما بيبطل الاكل خلاص بتختفي. لكن اللي عنده حساسيه من الهواء ما اقدرش اقول له ما تاخدش نفسك، فبيضطر بنقول له خد بعض الاجراءات الوقائيه اللي تقلل من تعرضه للمؤثرات الخارجيه. فبناء عليه هتقل عنده الاعراض سنه صغيره. لكن حقيقه هو مش مريض، مريض الحساسيه مش مريض. استاذ صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ صلاح. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالف خير يا استاذ صلاح. الله يخليك يا باشا. اتفضل دكتور معاك. انا هطلب منك طلب. عدى 7 سنين. استاذ صلاح. نعم. هطلب منك طلب. ليه 7 سنين نادي؟ لا هطلب منك طلب الاول. اتفضلي. حياتك هتوطي التلفزيون خالص. هتسمعنا من التليفون بقى. اتفضل.